السلام عليكم يا حضرات. عملنا اوبشن للطلبة اللي عايزين يشتغلوا بجد واللي عندهم التزام كبير وعندهم استعداد ان هم يشتغلوا جامد في الفترة اللي جاية دي استعدادا لامتحان مارتش ان شاء الله. فعملنا لهم كورس مكثف لمدة شهر، هيكون عندنا بداية من يوم 3 فبراير لغاية يوم 28 فبراير ان شاء الله. عدد الحصص هيكون كتير، هيكون في شرح كتير، وهيكون في حل كتير وهومورك كتير، ومحتاج بالتالي التزام كتير. عدد الحصص اللي هتكون عندنا في الفاست تراك ده استعدادا لامتحان مارتش 2019 هيكونوا 25 حصة. 3 حصص هما 3 فيديوز اللي فاتوا الشباب دول من ليفل 1 في شهر يناير، لان كل الناس بدأت معانا في اواخر يناير خدوا 3 classes، ففي 3 فيديوز فايتين دول فيهم الاساس بتاع الكورس بتاعنا وفيهم البيسكس بتاعت السكيلز والهاكس بتاعتنا، فمهم جدا ان الطلبة يتفرجوا على 3 فيديوز اللي فاتوهم دول. بعد كده بيبقى عندنا 22 حصة لايف. ال 22 حصة لايف دول بادئين من يوم الحد 3 فبراير لغاية يوم الخميس 28 فبراير. الجدول قدام حضراتكم فيه لونين، فيه لون أصفر وفيه لون أخضر. اللي بالأصفر دي الحصص بتاعت Group Level 1 اللي هو مواعيده حد و4 الساعة 6 بتوقيت السعودية، زائد يوم الخميس 21 والخميس 28 برضو الساعة 6 بتوقيت السعودية. كمان الشباب هيحضروا معانا جروب ليفل 3 اند 4، وده جروب مميز جدا انه بياخد 3 و4 مع بعض بطريقه مضغوطه. ده هيكون المواعيد بتاعته ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 6، يوم الاربعاء الساعه 8:30، ويوم الخميس الساعه 8:30 زي ما هو موجود قدام حضراتكم بالاخضر في الجدول. طبعا عدد حصص كبير، 22 حصه لايف و3 فيديوز الاول لازم الشباب يتفرجوا عليهم، يعني 25 حصه، يعني شغل كتير، يعني 25 هوم ورك، يعني 25 حضور، و25 كتابة نوتس، و25 أسئلة، و25 التزام، و25 مرة فيهم تركيز. فالطالب اللي هيقدر ان هو يعمل معانا الشغل ده في الشهر ده ان شاء الله يقدر ان هو يعلي السكور بتاعه في امتحان مارتش. اهم حاجة بس الالتزام بالمواعيد والالتزام بالشغل والالتزام بالحضور علشان نقدر ان احنا نوصل للي احنا عايزينه بإذن الله. الريجستريشن لينك موجود عند حضراتكم، بس لما تيجوا بليز ميك شور ان الاوبشن اللي انتم مختارينه في 25 classes March 2019 SAT fast track، ميك شور بليز ان حضراتكم تكملوا الخطوات اللي موجوده، تكتبوا اسم الطالب، الفيسبوك نيم، كل الخطوات اللي موجوده مظبوط علشان نقدر نبدا مع بعض ان شاء الله. من فضل حضراتكم نراعي اخر ميعاد للتسجيل علشان نلحق نعمل الكلاس ليستس وندخل الولاد في الجروبس ونبعت لهم الفيديوز والحاجات دي كلها علشان نقدر ان احنا نبدا في الميعاد ويقدروا يستفيدوا باذن الله. شكرا، السلام عليكم.